يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، وحشتني يا شيف محمود. والله العظيم يا هبه انت خطوتك دي خطوه عزيزه على قلبنا كلنا. عامله حاله كده روشه كده جماعه، عامله دوشه. دخلت الاستوديو والدنيا منوره والناس مبسوطه وفرحانين. الله يسعد قلبكم، نورت الدنيا كلها. وتابعتك في رمضان وما شاء الله كنت متالق، ورحت الشرق والغرب والشمال والجنوب في مصر. أيوة. وعملت شغل عالي جدا. شفتي اليوم بتاع الاكل النوبي؟ كان يوم حلو قوي. هو كل ايامك كانت حلوه والله. كان عاملين اكله نوبي وعملنا اكل صعيدي كمان حلو، بس الاكله النوبي دي كانت في اكله منهم عدس بالويكا. فاتتني دي. لا دي كانت صعيدي، كانت صعيدي مش نوبي. بس يعني برضو التفاصيل حلوه. بالمناسبه بقى النهارده بعد ما اسلم على الدكتوره الجميله منى عبد الغني والجميله ايمان عز الدين، وطبعا هبه النهارده منوره، بسلم على كل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما عرفوش يكذبوا. عاملين النهارده ويكا بطشة تاخد العقل، وعاملين كيك بالزبادي كمان هتتبسطوا منه. ايه تاخد العقل دي؟ حلوه الطلعه اللبنانيه. طيب لا انا بالنسبه لي الكزبره الخضراء مع طشه الثوم موضوع كبير قوي. مع كل حاجه على فكره، حطها على جبنه بيضه شغاله، حطها على سلطه خضراء شغاله، حطها على طماطم مخلله شغاله. الكزبره الخضراء كل حاجه تحطها على الكوسه اللبنيه دي كمان كانت حلوه. دخان. طب هنقول مقادير الويكا. وبما ان في ستات بيوت كتير جدا بيعملوا الويكا بشطاره، انا النهارده ليا تفصيله صغيره كده وبتفرق قوي. احنا محتاجين شويه باميه فريش او مجمدين يكونوا طازه، مجمدين طازه. مش الفرق ما بينها وما بين المجففه انا هحكي لكم بقى، لان بيجففوها وبيطحنوها في اسوان وبرده في السودان مع كوبايتين مرقه وثلاث اربع فصوص ثوم مدقوقين مع شويه كزبره خضراء وقرنين شطه على معلقتين سمنه وشويه ملح وشويه فلفل. جاهزه؟ جاهزه، يلا بينا. جاهزه يا حاج. يعني اللي انت وصفتها اللي هي بتتجفف دي هي الويكا الاصلي بقى في الصعيد، صح؟ انا بس خدي ده يا هبه، انا جايب لك ده هديه. الله. وتدي لاخواتك برضو منه. توت. نقيناه بالواحده بقى. شد حيلك يا كتكوت. شويه توت احمر بلدي. خلاص. وشويه توت ابيض بلدي مغسول ومتنضف ومامي من ايام المدرسه واحنا خارجين. وفي بقى العماني الكبير اللي طالع برضو موضه في مصر، بس احنا البلدي ده هو اللي ايه، هو الموضوع الكبير. طيب كاميرا هي. الله. حط معلقه سمنه. فيري انتي اوكس يعني. طبعا انا بحبهم. شوف التوت. يا سلام يا سلام، بتنقي بالوحده يا جماعه، متنقي بالوحده. عايز اقول لكم ان الموضوع بقى يتزرع كمان عندنا التوت اليمني العماني. عماني مش يمني، التوت العماني. الحبايه بتلاقيها طويله شويه وطعمه حلو جدا برضو، طعمه حلو. بس البلدي انا بالنسبه لي التوت البلدي هو البلدي يوكا، هو اللي بيفكرنا بالذكريات الحلوه. طبعا. والتوت العماني حلو يعني، الشتلة بتاعت التوت العماني دي برضو انتشار جميل. بس هي الفكرة كلها ان التوت بقى متوفر بشكل كبير. ده طبعا بس في ولاد بقى عشان يجمعوا شوية توت. يعني انا ياما ازازة عربيتي راح في الحوار ده. بس بيبقوا مبسوطين قوي. لا كان بيبهدلنا وهدومنا البامبوزيا لو حد يعرفها. طبعا. عندي وانت بتعمل بعد اذنك يا شيف محمود الويكا كده، انا امبارح جالي شويه عيش شمسي. طب فين؟ طب ده كان ينفع معانا النهارده قوي. انا ما كنتش عارفه ان النهارده في ويكا، فقول لي بقى عشان انا اروح البيت اعمل الويكا بالعيش الشمسي تبقى عظمه. سلام. بصوا انا بقى يعني عايز احكي لك بقى حاجه، انا هديكي شويه من دي. ريحه دي طلعت من ايه؟ تاكليها بالعيش الشمسي اللي عندك. الله عليك. انا حطيت معلقه سمنه مع فصين ثوم وورقتين كزبره خضراء وادي الباميه. كويس. انا الباميه احنا جبنا كيس الفروزن المجمد، وانا بعملها بالطريقه السهله، بحطها زي ما هي وكده كده لسه هضربها بالهاند ميكسر. طبعا في المفراك بتاع الباميه. بس احنا ما عندناش مفراك، هنشتغل بالهاند ميكسر. طيب الباميه في اسوان بيجففوها وبعدين بتطحن تبقى بودره. واسوان بتعمل كده والسودان كمان بتعمل كده. انا كنت بسالك هي دي اصل الويكا؟ اصل الويكا كلمه الويكا بتتقال على الباميه المجففه المطحونه. انا كانت بتجيلي في اكياس فعلا من اسوان. في اسوان وفي الصعيد بيعملوا بيها اكله عدس. عدس. الكاميرا هنا بسرعه. هي خدت واحده توت. الكاميرا هنا بسرعه. يا فيها رملايه يا طعمها مش حلو، مش عارف. لا ريحه اللي انت بتعمله على النار يجنن. فبتطحن في السودان بيطحنوها ناعم قوي، وفي اسوان بيطحنوها بتبقى نص طحنه، بتبقى خشنه شويه. انا بحبها كده. كويس.
وفي الصعيد بيعملوا بيها عدس بالويكا، وده طبق من الاطباق الحلوه قوي. عملوا لنا مره يا محمود ونعم. مره نعمله، انا عملته في رمضان مع ضيفتنا ام محمد ببعت لها السلام. وكمان في السودان عملنا مره ملاح التجليه. ايه ده؟ اكله سوداني هم نسيوا، كانوا معايا على فكره. ملاح التجليه دي كانت اكله من الاكلات السوداني، طبخه باللحمه بالصلصه وبتحط عليها شويه من البودره بتاعه الويكا، وكانت من الطبخات الحلوه قوي. جمهورنا بقى من السودان يقولوا لنا انا حاجه زي العدس موجوده في اسوان بس ليها اسم تاني في اسوان يا شيخ محمود. ما هي الويكا، ما هو خط جنوب يا جماعه كله ملمس مع بعضه، يعني هو عصب واحد. انا هسيب دي تاخد غلوه وبعدين اجي اعمل لها الطشه، بس فكره الثوم مع الكزبره في الاول مع المرقه بتدي ريحه حلوه قوي، شويه مرقه لحمه يا اتمنى يعني. وما تستقلوش بان احنا عاملين اكله ارديحي، والله العظيم دي من احلى الاكلات وحلوه جدا وصحيه جدا مع شويه باذنجان مخلل ورغيف عيش شمسي او بلدي. ليمون كتير عشان الحديد، ليمون بالعصفور بقى. تعالوا نروح نقول وصفه الكيك بتاع الزبادي، ايه رايك؟ يلا بينا. هنحط فيها توت دي ولا لا؟ مش يعني لا، خلينا زبادي بس. طيب. ماشي، الوصفه بتاعتنا هقول المقادير هتنزل على الشاشه حالا. كل اللي بحتاجه بيضتين مع كوبايه من الزبادي مع 3 ارباع كوبايه سكر ونص كوبايه زبده ورشه فانيليا و معلقتين صغيرين من البيكنج باودر ورشه ملح وكوبايه ونص من الدقيق وشويه سكر بودره للتزيين طيب بنعمل هنا كده، ناخد الزبده اهي بدرجه حراره. هو الموضوع ما فيهوش تقليه زي ما انا ما كنت فاكره في الباميه، صح؟ في تقليه؟ في ليه قصدي؟ لا مفيش ليه خالص. ليه ايه؟ ولا بطاطس؟ هي عشان سمنه بلدي مش متعودين عليها فريحتها تجنن. ولا بطاطس. بصوا بنضرب الزبده كويس زي ما انتم شايفين كده، بنضرب الزبده مع السكر لحد ما يتجانسوا، وفي التوقيت ده ندي بيضايه كده وكمان بيضايه ورشه الفانيليا ونضرب. ضربنا وبقول لك ايه، ما تعرفي تعملي لي شويه طشه، معلقه سمنه مع ثوم مع شويه كزبره خضراء في الطاسه وتطشي بيها الويكه؟ عيب عليك. انا هعمل الطشه دي بيشهولها ولا لا؟ الايه؟ لا ما بنشهقش غير للملوخيه. طيب خلاص؟ هتقول لا يعني؟ ملوخيه تزعل. ماشي. ضربنا السكر مع الزبده لحد ما الدنيا بقت منسجمة مع بعض، حطينا البيضتين مع كل الثوم، رشة الفانيليا، كل الثوم، مركزين؟ يلا كل الثوم، كل الشكر. كل التقدير. وادي الزبادي، كوباية الزبادي. أنا بعمل طشة يا جماعة وده شيء يعني إيه، نفس بقى النفس كله يطلع في الطشة. وبعد ما ضربنا كوبايه الزبادي هفكركم عملنا ايه. عملنا، عارفه ان الطشه دي موجوده في كل دول العالم بس كل دوله بتعملها بطريقه شكل. ايوه دي حقيقه، برافو عليكي. بس كل الطشات كلها طشاتنا احنا بقى مختلفه، طشه هبل اباصيري كوبي قارن طشاتنا بطشات الناس. فين الكزبره؟ فين الكزبره؟ اهي خضره اهي. احنا مش هنحط ناشفه؟ ناشفه لا. لا حطي يبقى. ايوه بالظبط كده، ايوه برافو عليكي. ايوه الفستان. يا سلام يا هبه على الطشه الحلوه اللي بتدينا ريحه القلقاس، بتديك طاقه، وبتدينا ريحه شويه من الخبيزه، وشويه بتدينا ريحه تقليه المحشي. انا حاسه ان انا بلعب شيشه يا شيخ محمود. ما تخافيش بقى، تعالي. انا خايف على الفستان مش عليا. استني مشكله فداك. الله يسامحك يا ايمن، كل شويه تخبلنا الكبشه. هاتي دي كده. طب والويكا اللي العدس دي يا محمود بتوصفها لنا لحد ما تعملها كده؟ شويه لك. ده انا عايز اقول لك ان اليوم ده كان من احلى الايام. لازم تبقى مفرومه مهروس يعني بودره. لازم يبقى الباميه بودره مع العدس. الباميه بتبقى انا جاي لك اهو بقى، هقول لك احكي لك الموضوع. او اعملها لنا الاسبوع الجاي. تعرفي تعملي كده؟ الفلفل الحراق ده مش هنحطه هنا كده يتكسر؟ لا حته صغيره، هاتي حته صغيره هنا هنا. بس ايوه انا بس هي حته صغيره دي. حمر دول كده هيطلعوا طف قوي. قفلت النار. يا لهوي على الريحه الحلوه، يا نهار ابيض على الريحه الحلوه. انا كده مطلوب مني حاجتين هشرح لو عندك وقت. ما كانش يعملها لنا عدس بالويكا
وبعدين هاجي اقدم الطبق ده وتعالوا نكمل كيك الزبادي بسرعه. ماشي هنسيبك بقى يا محمود. لا ما اقدرش استغنى عنك، ما اقدرش. انا كل اللي عملته ان انا حطيت هنا، حطينا هنا الزبده مع السكر اتضربوا كويس جدا، ضفت البيضتين مع رشه الفانيليا، وبعدين الخليط بتاع الدقيق مع البيكنج باودر مع رشه الملح، وضربنا زي ما انتم شايفين كده الخليط لحد ما العجينه ابتدت تتجانس، والعجينه ما بتبقاش خفيفه، بتبقى متماسكه بالشكل اللي انتم شايفينه ده لحد ما تتجانس مع بعض اهو. يبقى كل اللي احنا عملناه ايه؟ كل اللي احنا عملناه حط شطه ولا لا؟ كل شوف محمود لا لمسه بقى على الوش. لك ايه يا محمود؟ لمسه على الوش. انا عايز اقول قال ايه؟ بقول له يبقى كل اللي احنا عملناه، وهقول للمدير قال يبقى كل اللي احنا عملناه باظ. ده المخرج انت فايق قوي جدا واثق فينا. يبقى السكر مع الزبده وبعدين اتضربوا كويس، حطينا البيضتين مع رشه الفانيليا، سيبونا اقول الوصفه، ومع رشه الفانيليا واتضربوا كويس، حطينا الدقيق مع البيكنج باودر مع رشه. انت كنت لوحدك في رمضان بتقول اللي انت عاوزه كله من غير مقاطعه، مش هقول حاجه تاني، هقعد سنه كامله بقى خدت كل فرصتك. ماشي ادي الخليط بتاع الزبادي، كيك الزبادي اتحط في القالب كده، ونكون ذمتك مليين عليك المطبخ والله العظيم، مليين عليا حياتي. وكل واحدة فيكم ليها يعني ليها جمالها وسحرها في طريقتها في المطبخ، اللي يعني بصراحة أنا بحبكم انتوا الأربعة جدا جدا جدا. أستاذ إسلام مش عشان شيف محمود هو الشيف بتاع برنامجنا وشيف المتحدة يقوم هو بيعمل الكيك، فما تقلقش عليا وأنا بقلب الكلام الجميل يا جماعة. هاتوا الويكا، هاتوا الويكا يا جماعة. أنا كنت بقول لك إيه قبل ما أسافر؟ كنت بقول لك إيه؟ كانت الأغنية بتقول إيه؟ طيب. بصوا يا جماعة عشان يبقى الموضوع سريع وسهل جدا، الكيك بعد ما حطناها في القالب يكون مدهون لمسة من الزبدة ومرشوش دقيق، يقعد في الفرن لمدة من 40 ل 50 دقيقة درجة حرارة 170، بيطلع معانا الكيك بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. مهم قوي قوي ان انتوا يبقى عندكم رشة من السكر البودرة وترشوا على الكيك بس فقط لا غير، رشة خفيفة جدا من السكر، ونبدأ نقطع الشرايح الحلوة بتاعة كيك الزبادي كده، وممكن ندي رشة صغيرة كمان من السكر. وتعالوا نحط الطبق الحلو ده قدام السفرة بتاعتنا، وتعالي بقى. يعني الحكاية ان احنا حاطين الزبادي مكان اللبن مش كده يا محمود؟ بس في نسبة وتناسب ما بينها طبعا. وما بين البيض والزبدة. برتقان لو بالبرتقان نحط برتقان مكان. طب وايه رايك نستغل موسم التوت ونعمل ايس كريم زبادي بالتوت شيف محمود، او نعمل كيك توت كمان؟ بس هي دي ما اتضربتش كويس، بس هي انا عامل لك جارنيش حلو قوي. الجارنيش ده الله 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 الله, 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 الله بس الله ما ترمهمش قوي عشان ما يغطسوش جوه. شويه ليمون بقى، طقم ليمون جامد. بصوا علبه بصاره اهي عشان يكمل القيمه الغذائيه. خدي كلمي بنتك ويساعد الجسم على امتصاص الحديد. وادي الطبق، هي مش عارفه انك على الهوا. و روح فين وجهي؟ انا اللي مش عارف ولا هي اللي مش عارفه ان انا على هوا؟ هي مين؟ ربنا يحفظها يا رب. بصوا شكل الويكه جميل ازاي، تقدروا تتحكموا في ضرب الباميه بشكل كامل او لا. انا بحب يبقى في حتت كده وحتت كده، بس نضمن ان هي تكون مستويه سلامه على شريحه من شرايح كيك الزبادي مع شويه قهوه ولا شاي سخنين كده. الموضوع كبير قوي. تسلم ايدك يا محمود والله. وسعيده ان انا الحمد لله رجعت معاكم ويعني وسعدت بيكم كالعاده. دايما البهجه الحلوه كده، نورتوا الدنيا دايما، نورنا الدنيا كلنا ان شاء الله. ابشروا بالخير، بكره ان شاء الله يوم جديد وحلقه جديده، ولا ياتي الا الخير من رب الخير.